شنو الاسم ديالك؟ اسامه العسري. اسامه العسري، مع من كتلعب؟ مع شباب بنديبه. شو فريق شباب بنديبه؟ المركز اللي كتلعب فيه؟ مره كنلعب سنترال، مره كنلعب كاسور 6. مزيان، وشحال السن ديالك؟ 18 سنه، خارج 1998. 18 سنه، شنو الطموح ديالك؟ ان شاء الله نتمنى نطلعوا في كويريه ان شاء الله، ونشوف شي فرقه كبيره نلعبوا فيها ان شاء الله. دابا حاليا مع من كتلعب؟ مع شباب بنديبه، مع فريق شباب بنديبه. مع فريق شباب بنديبه، ولا اشنو فئه؟ كنلعب جونيور دابا. كتلعب جونيور؟ اه. ياك و كنلعب برا مرة كنطلع مع فرقة كبيرة. ياك كتلعب مع فرقة كبيرة. اه. الطموح ديالك هو تلعب في الفريق الأول تما كذلك؟ الفرقة الأولى ديالي عاد نشوف شي فرقة. زعما أنت عندك قدرات باش تلعب في الفريق الأول؟ أنا كنحس براسي بلي قادر نلعب في فرقة كبيرة. كتحس براسك بلي أنك قادر؟ قادر نلعب وشي حاجة. نقدم كل ما عندي في الفرقة ديالي إن شاء الله. يا ولد سيدي شكرا، نتمناك التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.